أطلقت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالشراكة مع صندوق العمل تمكين أطلقت البرنامج الوطني لتدريب الكفاءات المحلية على الاستزراع السمكي، الذي سيتولى العمل على تدريب 15 بحرينيا في مجال استزراع الأسماك المحلية داخل وخارج مملكة البحرين. البرامج طموحة تحمل بين طياتها الكثير من الأهداف التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بسوق العمل وفتح الباب على مصراعي أمام ثلة من الشباب الهاوي والمتخصص ليوجه طاقته في مجال الاستزراع السمكي عبر برنامج تدريبي متكامل يستمر على مدار 4 أشهر. أطلقته وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالشراكة مع تمكين. المشروع يصب في هدف واحد وهو خلق قاعدة لتنمية الزراعية خصوصا الإكثار السمكي. طبعا هذا مجال نتمنى أن يكون يتطور في البحرين وأن نكون قاعدة لتنمية كثير من الأعمال الصغيرة في هذا المجال. استزراع السمكي قطاع حيوي ومرتبط يعني جذريا بتاريخ البحرين وطبيعتها الجغرافية، والحلو أن اليوم هالمجال لا مجال التوسع كبير ومجال الاستثمار واعد، فالهدف من هاي البرنامج احنا نعزز كفاءات الشباب اللي حابين هاي المجال ونعزز قدراتهم وعلاقاتهم الدولية. مهارات متنوعة وخطط استراتيجية مستقبلية وضعها المشاركون نصب عينهم لينطلقوا في عالم الاستزراع السمكي ليتعرفوا على هذا العالم وينهلوا من علمه من بيوت الخبرة في داخل البحرين وخارجها عبر برنامج تدريبي متكامل يجمع ما بين النظري والعملي. أبحث في هذا المجال، جت الفرصة من تمكين من الثروة السمكية مناسبة أن أنا أقدم على هذا البرنامج، اتوافق الحمد لله رب العالمين، توفقت قدرت أقدم، اختاروني من بين 150 شخص. أتمنى نهاية هذه الدورة، طبعا بتكون 3 أشهر وشهر برا البحرين، أتمنى أن أكون مطلع على كل هذا المجال اللي يهيئني أن أنا أدخل مجال الاستزراع السمكي بقوة. يعني فرصة تدريبية جيدة في مجال استزراع الأسماك، طبعا كمهندسة وراثية يعني حبيت أعطي خبراتي حق المجال، الحفاظ على الثروة الوطنية اللي احنا عندنا الثروة السمكية، يكون عندنا غذاء مستقبلي، نأمن هاي الغذاء حق المستقبل، ويكون إن شاء الله فرصة استثمارية. يأتي تدريب 15 بحرينيا كمرحلة أولى لتشجيع الشباب البحريني على الاستثمار في هذا المجال، والذي يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاستزراع البحري، والتي ستساهم في إحداث نقلة نوعية في مستويات إنتاج الأسماك عبر الاستزراع خلال السنوات الخمس القادمة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية لتذليل كافة الصعوبات لإطلاق مزارع وطنية جديدة وناجحة. برنامج متكامل في مجال الاستزراع السمكي يسعى إلى إطلاق مجموعة بحرينية متخصصة في هذا القطاع الواعد. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.